السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل زمان وفي كل مكان. اليوم حنتكلم عن درس آخر في دروس الأخلاق السلوكية أو السلوكيات الأخلاقية. مكان النوم. قد يتشارك المرء منا في غرفة مع زملائه، فعليه أو عليها ألا يسارع أو تسارع اختيار مكان النوم قبل الزملاء الآخرين، خاصة وإن كان هذا الشخص ذو حيثية كرئيس أو مدير أو رئيس قسم أو رئيس قطاع إلى آخره، ودي صفة ومسؤولية، لأن الأصل أن يكون هو الرئيس، هو أو هي الرئيسة في خدمة من معها أو من معهم من المرؤوسين ومن المتطوعين والموظفين. ولن أسمي هذا إثار، لأن الإثار أعلى من هذا بمراحل كثيرة، ولكني سأطلق عليه كلمة واجب في حسن الأداء والمعاملة والتعامل مع الزملاء. والدرس المستفاد هنا أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لا تكن أول من يختار، ولكن اجعل من معك تكن لهم الخيرة أولا، فيؤثرون بأنفسهم عليك.